هنتكلم عن استراتيجيات التصنيع، وهي بتتركز في استراتيجيتين رئيسيتين اللي هم الإحلال المحلي للواردات والتصنيع من أجل التصدير. ليه استراتيجيات التصنيع؟ لأن الأولوية للتنمية الصناعية، الدولة التي تتقدم تتقدم من خلال الصناعة. البعض بيرى إن الدول تبدأ بالصناعات الاستهلاكية الخفيفة، البعض يرى إنها تبدأ بالصناعات التقيلة زي النموذج الروسي للتصنيع اللي بدأ بالصناعات الثقيلة. إيه المبررات اللي بتؤيد أهمية التصنيع؟ أول حاجة، لأن الدول المتقدمة ما أصبحتش متقدمة إلا لأنها دول صناعية. النشاط الإنتاج الصناعي الديناميكي، تنمية الصناعة هيصحح الاختلال اللي هيكلف الاقتصاد، تنمية الصناعة هيدرب الأيدي العاملة ويثقل مهاراتها. نبدأ بأول استراتيجية، وهي استراتيجية الإحلال محل الواردات كما يلي. تبنت الدولة الدامية هذه الاستراتيجية كمحاولة لتخفيض العجز المتزايد في ميزان المدفوعات، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة التي يحملها البنك الدولي وصندوق النقد للدول التي تتبنى هذه الاستراتيجية، إلا أن دول كثيرة تبنتها. بالنسبة لاستراتيجية الإحلال محل الواردات، البعض بيرى البدء بالسلع الاستهلاكية الخفيفة والمعمرة لأنها ما بتحتاجش عمالة ماهرة، ما بتحتاجش تكنولوجيا متطورة، ولكن بيبقى فيه صعوبة في التصدير للخارج لأنها بتلائم الأسواق المحدودة والصغيرة. ممكن يتم في مرحلة تانية من إحلال الواردات، وهو إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة، ودي بتحتاج عمالة عالية المهارة، بتحتاج تكنولوجيا متقدمة، كبر حجم المشروع، تواضع الربح المتحقق. عشان تنجح السياسة دي لازم تستخدم الدولة سياسات حماية للمنتجات المحلية، وتقلل دخول المنتجات الأجنبية، وفي نفس الوقت تخفض الرسوم الجمركية على المواد الخام. النقد بيوجه لاستراتيجية إحلال الواردات كما يلي: أنها بتعتمد على تكنولوجيا مستوردة، وبالتالي ترتفع قيمة الواردات من الخارج بالإضافة إلى ارتفاع واردات السلع الأولية. بالإضافة إلى عدم إمكانية زيادة الإنتاج، وبالتالي عدم الإمكانية للوصول للحجم الأمثل للصناعة. كما أنها لم تنجح في توظيف أعداد كبيرة من العاملين أو حل مشكلة البطالة. ب
وتنحاز هذه الصناعات إلى السلع الترفيهية والكمالية، كما أن هذه الصناعات تحتاج توظيفات رأسمالية ضخمة قد تجعلنا نلجأ للتمويل الخارجي. وعلى الرغم من النقد الذي وجه لهذه الاستراتيجية، إلا أن ذلك لا يعني عدم صلاحية هذه الاستراتيجية بصورة مطلقة، لأن إحلال الواردات قد يكون مطلوب، كما أن جانب من العيوب لتلك الاستراتيجية يمكن تفاديه. بالنسبة للاستراتيجية الثانية وهي تشجيع الصادرات، انتهجتها العديد من دول النمور الآسيوية ونجحت في تطبيق هذه الاستراتيجية. هذه الاستراتيجية تتطلب تحديد الطلب الخارجي، لأن الإنتاج للتصدير يتطلب تحديد مواصفات واحتياجات المستهلكين للخارج. تمتاز هذه الاستراتيجية بأنها تكمل الاستراتيجية الأولى، تعتمد على إنتاج منتجات ذات جودة عالية تستطيع تحقيق وفرات الحجم الكبير. مؤيدين تشجيع الصادرات يروا أنها تحقق الكفاءة والنمو، تعمل على فتح أسواق كبيرة، تعالج تشوه الأسعار، ساهمت في نجاح العديد منهم. بالرغم من هذه الانتقادات، بالرغم من هذه المميزات، إلا أن هناك العديد من الانتقادات، مثل الحماية الجمركية التي تفرضها الدول المتقدمة على تجارتها، كما أنها تحتاج إلى كثافة رأسمالية عالية، كما أنها تستنزف الفائض الاقتصادي في صورة تحويل الأرباح وتحويلات رأس المال، بالإضافة إلى حدوث ثنائية في الاقتصاد. كما أن التقلبات الاقتصادية في الأسواق العالمية تؤثر على هذا القطاع أو على التصدير للخارج. كما أن تعميم هذه التجربة في كافة الدول النامية أمر في غاية الصعوبة. كما أدى التطبيق العملي لهذه الاستراتيجية إلى تكريس علاقات التبعية وزيادة نهب ثروات الدول النامية بصالح الدول المتقدمة.